صباح على حضراتكم مشاهدينا مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وقبل ما نبدأ فقراتنا نروح نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونعرف منها أخبار المرور والطقس. وفي الحقيقة يعني هالة صباح الخير الأول. صباح الخير يا أحمد. وأنا جاي وعندي أسئلة كتيرة قوي تحديدا فيما يخص الطقس، ندخل الشتاء ونطلع الصيف ولا ايه اللي بيحصل؟ بقى دكتوره منار غانم بتقول كل يوم استنوا احنا لسه في فتره تقلبات جويه، ما تصيفوش لان لسه الجو متقلب. فهنشوف ايه هتقول لنا ايه النهارده. انا عندي امل يا هاله والله تقولي لي خلاص. هو حصل النهارده انخفاض في درجات الحراره شويه، يعني النهارده درجه الحراره اخف شويه من امبارح، ولكن لسه بالليل طبعا الجو بيبرد، فلسه يعني انا زيك على فكره، انا نفسي حد يقول لي يلا طلعي لي هدوم صيفي. يلا الصيف جه. طيب هاله، سؤالنا بيقول احكي لنا عن تجربه او موقف اثر في حياتك بشكل مباشر. عندك تجربة أثرت فيك؟ أنا عندي تجارب كتير، بس يعني أنا مش عايزة أقول إن يمكن بالنسبة لي أنا التجارب اللي بتأثر في أكتر هي التجارب المؤلمة أكتر من التجارب المفرحة. يعني معرفش ده بالنسبة لبقية الناس ولا لأ، بس يمكن التجربة لما بتكون مؤلمة أكتر بيبقى الإفكت بتاعها أو أثرها. هو ده حقيقة اللي هو الألم هو اللي بيخلي فيه نضج في دنياي، هو اللي بيعلمني وبيخلي منظور الحياة والأشخاص يختلف. صحيح. انت بتشوف الدنيا بشكل مختلف تماما، فلما بتكون التجربه قاسيه شويه عليك، اذا اتحطيت في موقف حقيقي صعب او فقدت حد عزيز عليك، تبتدي تعيد حساباتك في الدنيا والتجربه بتختلف تماما، ويمكن كمان بيمتد تاثيرها لسنين كتير بعد كده. يعني مش هفكرك بالالام والجراح والتجارب المؤلمه، كفايه كده. احنا لسه الصبح عايزين نصبح اخبار المرور بقى بما اننا الصبح. احنا عايزين نصبح الناس. شكرا يا احمد. تعالوا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديداً من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة لا تؤثر على معدل الحركة، لكن شارع رمسيس بيشهد بعض الكثافات المرورية المتقطعة هتبدأ تقل تدريجياً لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية بسبب عمليات التوسعة على منطقة المهندسين. الكورنيش من المظلات لوسط البلد فيه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، فيه كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية. هنستكمل جولتنا بشوارع الجيزة، هنروح لشارع الهرم هنلاقي إنه بيشهد كثافات مرورية بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وكمان الكثافات بتزيد مع ساعات الذروة، وباقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، في شارع فيصل في برضو كثافات مرورية كبيرة بتبدأ من محطة المريوطية مكملة لغاية كوبري فيصل. كمان بتظهر بعض الكثافات المرورية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة حد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. عند محور صفة اللبن في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. الطريق الدائري القادم من أكتوبر مغلق، التوجه هيكون إجباري من نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو اللي بيشهد سيولة مرورية حتى منطقة التوسعات. كمان في كثافات قبل الدائري ولغاية ميدان لبنان. نروح بقى لمحافظة اسكندرية، في الاسكندرية في كثافات بسيطة عند كوبري ستانلي، وكمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح بقى الأسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ إن في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حولها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي. في كمان بعض الكثافات المرورية هناك.